بتحب المسرح؟ جدا جدا جدا. عمرك تخيلت حياتك مسرحية؟ لا، ما تخيلتش حياتي مسرحية، بس أنا بحب المسرح قوي ومبسوط قوي بالبرنامج ده انتوا عاملينه على المسرح وباسمه وبيكي طبعا. شهادتي مجروحه فيكي انت عارفه، بس لا ما حسيتش ان حياتي مش عارف، ما فكرتش. لو تخيلت حياتك مسرحيه ممكن تبقى اسمها ايه؟ شارع شريف. ياه برضو ببيوته، بحلوه مره. الشارع دايما بتلاقي فيه كل حاجه، بتلاقي فيه فئات مختلفة من البشر، بتلاقي فيه ستات ورجالة والكبار السن والأطفال، بتلاقي فيه المدرسة، بتلاقي فيه الفرن، الجامع، الكنيسة، بتلاقي فيه كل حاجة، فأسميها شارع شريف. شارع شريف، إيه أحلى فصل ممكن تحبه فيها؟ الفصل الأقرب لقلبك، الأسعد في حياتك؟ لا، كل الفصول وكل الأوقات بحبها. أنا من النوع اللي بحب كل يوم بيومه، مفيش حاجة اسمها الأيام دي كانت حلوة والأيام دي كانت وحشة، كل لحظة أنا بحب أعيشها. بس في أيام سعيدة وفي أيام تقيلة، في أيام صعبة، في أيام حلوة وفي أيام مرة. لا بصي، أنا هقولك حاجة بمنتهى الأمانة، أنا بحس إن كل أيام ربنا حلوة وربنا أنعم عليا إن أنا أحس بده، حتى الأيام اللي فيها تعب، فيها مرض، فيها شقة، فيها مر بالنسبة للناس، هي بالنسبة لي أنا ما بتبقاش مر، هي بتبقى حاجة هتعلم منها، مطب لو وقعت فيه هقوم منه، حاجة لو كسرت فيها حاجة هصلحها وهبقى أقوى. فما عنديش الموضوع ده، بشوف كل حاجة، أنا ده شخص متفائل إلى حد ما وبحب كل حاجة تبقى إيجابية، فالمر ده ببعده، بتتجنبه. بتجنبه. كنت طفل هادي، كانت دي طبيعتك ولا كنت بتتجنب نتائج الشقاوة؟ كنت طفل هادي ومؤدب جدا ولبق. لأ، كنت بتكسف، كنت خايب قوي في المدرسة، كنت الأخير على الفصل، بس المدرسات كانوا بيحبوني قوي. بس عشت طفولة حلوة قوي قوي، يعني أحسد نفسي عليها بسبب أمي وأبويا. وجدك الفريق طبعا. محمد فوزي، جدودي كلهم، انا يعني انا كنت محظوظ ان انا عشت في مع شفت جدودي كلهم، اتربيت في خيرهم زي ما بنقول، في حضنهم. وطبعا الفريق اول محمد فوزي كان ليه النصيب الاكبر. يقال انه كان منضبط جدا وعنده وش قاسي شويه، انا تخيلت ان ده اللي كان مخليك طفل هادي. لا لا خالص، لا هو في شغله كان قوي جدا صارم، عسكري من الدرجة الأولى زي ما بنقول. في بيته كان مش كده، ويمكن معايا أنا بالذات كان الأمر مختلف، وهقولك أعز الولد بقى، ولد الولد، وهقولك حاجات يمكن ما تقالتش قبل كده، ما حدش عرفها. هو أنا ما اتولدت جدي كان مسجون، فأول صورة اتصورتها معاه أول مرة يشوفني هو كان في السجن وكان شايلني وبيضحك. فبالنسبه لناس كتير قوي ما كانوا يقولوا اول مره نشوف الفريق فوزي بيضحك، وبعدها بفتره صغيره طلع اخذ زي عفو يعني، فكان كان بيتفائل بيا، وانا كنت اول حفيد عنده، كان مسميني رقم واحد. وكنت بقعد معاه وقت كبير قوي، يعني هو توفى وانا عندي 29 سنه. فجزء كبير من حياتي كنت ببقى قاعد معاه ومستمتع جدا بجدودي. خدت من طباعه ايه؟ مش هقولك الصرامة، بس هقولك الدقة، الاهتمام بالتفاصيل، الالتزام، احترام الآخر وثقافة الآخر. كان دايما بيعلمنا الله يرحمه، مفيش حاجة اسمها فلان ساكن هنا فكويس وفلان ساكن هنا فوحش. مفيش حاجة اسمها ده راكب عربية نوعها كذا، مفيش ده طبقية، مفيش ده خالص خالص خالص. لدرجة إن هو أنا فاكر كنا ساعات بننزل مع بعض نشتري اللحمة والخضار ونروح الفرن العيش، وكانت الناس بتستغرب جدا لما تلاقي واحد كان وزير حربية مصر وبنى الجيش المصري بعد هزيمة 67 ونازل واقف بيشتري الحاجات مع أحفاده. فتعلمت منه حاجات البساطة.